يا خالقي أنت حبيبي ورجائي. طائر اسمه باتو، طائر يقف على غصن. انظر إلى الطائر، الطائر المسمى باتو الذي يعيش في غابات فنزويلا، أحد المهارة في عالم التمويه. أرياش الطائر وقشرة الشجرة التي حط عليها تتطابقان إلى حد مبهر. انظر هنا لا فرق بينهما، هذا الخط بين الشجرة وبين جسم الطائر، شيء لا يصدق. الآن لنقارن بدقة، نرى على الشاشة أرياش الطائر وقشرة الشجر معا. الشجرة على اليسار والطائر على اليمين وكأنه غصن، تشابه تام. هناك علامة فارقة واحدة لتمييز الطائر من قاره وعيناه، إلا أن الطائر يعرف جيداً استعمال النقش الذي عليه، فعند الخطر يبدأ بالتمثيل، يقلص نفسه بإغلاق عينيه ومنقاره، وحينئذ لا يمكن تمييزه عن قطعة من الغصن. يوجد هنا تصميم فائق أيضاً، فرغم إغماض الطائر عينيه يرى ما حوله من خلال الفراغ الخاص بين جفون عينيه، وعند ابتعاد الخطر يدع التمثيل ويرتاح. من علم هذا الطائر أن يكون جزءاً من الشجرة؟ رأيت التطابق العجيب، وكيف أن المصمم بهذا البرنامج وضع الخط الأبيض للتفريق بين ريش الطائر والشجرة، بين ريش الطائر وبين الشجرة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يا خالقي أنت حبيبي.